بقى انا عايزه اشهدكم الشهاده، شهاده قبلوا بيها ربنا. يلا قولي. بص لا هتبقى خانقانه وقرفانه من الصبح وحرقنا البصل وخانقانه طلعني ناس. ده بصل احمر، هو باين في الكاميرا كده بصل احمر انما لسه طري. ينفع كده يعني ندعي عليها بايه؟ صدرنا خلاص باش. طب بصي قربي الكاميرا كده اهو اهو، لسه ما اتحمرش والله. العيال طالعه بتعيط من جوه. ما اتحمرش ما اتحمرش. هطلع دي ولا اسيبها شويه؟ هنقول لها ايه دي؟ اسيبها شويه. بقول لك ما اتحمرش. خلاص ما اتحمرش يا جماعه، هوري لكم لما يتحمر. طلعها. انا اقطع الخضره بقى، انا هوريكم بقى خطوه بخطوه كده معانا عشان انتوا عارفين اليوم بتاع حماتي دوت بيبقى ايه. بوريكم في المطبخ احنا بنعمل ايه وكده، عشان ما ينفعش اللي انا اصور احنا بناكل. ماشي. انا بقى قاعده بخلط الخضره، والله صدري تعبان مش قادره. هنا بقى احنا غسلنا الباذنجان اهو من الكروم. اوريكم احنا اوريكم انا بحشي بقى. هنا حماتي بقى بتنقع الكوسه والفلفل بملح عشان يبقى طعمها من اللحم حلو، والصلصه. ودي الصلصه اهي جميله ما شاء الله، حمرا وجميله. خلي المحشي ملعلط كده، اتلعلط المحشي. بسم الله ما شاء الله. عطشاني يا خديجه. الملوخيه اهي، خديجه دي عضاضه. كل يقول يا جماعه في الكومنتات خديجه عضاضه تعضي العيال. بس الملوخيه ندخلها ننشفها بقى. بصوا الصلصه بسم الله ما شاء الله عامله ازاي. معلش يا جماعة الإضاءة بقى، انتوا شايفين الإضاءة هنا بتبقى على قد يعني المطبخ. بنعمل أول حبة كرمالينا كنافة وحلويات. ثواني يا مريومه، تروحي تشوفي انا اقلبها. لسه هنحط الخضره. ضربك ليه؟ سيف ضربها كده. قولوا قول لك ماما هتجيلك. على الرز كتير. حط بقى كده الخضره. متقلبي في الحله الكبيره اللي جنبك. ماشي عشان هنحشي فيها على طول. قولي لا القمر يعني زي ما كنا بنقول، ده بيصحى من كده. هنا يا جماعه اهي حماتي بتحشي لنا المحشي بتنجان. اقول له بتنجان ده عشان خاطر المريومه بارد في القعر. خليها عليا بحشر لكم المحشي وانتوا قاعدين اهو. يلا واحده بتصور واحده واقفه على الحب كده. اشوفوا بقى. انا اصلا هسيب التليفون واقعد احشي دلوقتي. والبت يعني الغلبانه بسم الله ما شاء الله. بصوا قاعده بتعمل ايه؟ اهي بتغسل اللهم صل على النبي الفراخ. يعني هنعمل ايه تاني؟ طب يا ربي وغسل الباذنجان والكرنبي يا حماتي باين اللي سلقاه صح كده، والخلطه ورانا اهي. وبقى الفاكهين مريومه بتعملي ايه؟ دي ايد مريم يا جماعه، ايد مريم. هنقعد نحشي بقى.
اظبط حاجه هتلاقيك جايبه تريحه الحمام اللي نفسي. لا مش هجي شويه بس كده يومها كده. الحله دي اللي كانت حب قايل لنا فيها البصل اللي كان اللي كانت كاتمنى بيها نفسنا. احنا كده بنغسل الفراخ يا بني ادمين. دي هنعملها مشويه. دي هنعملها مشويه. فرخه مشويه بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. خمس فرخات اهو. احنا متعودين انتوا بقى تلاقوا كل يوم اول يوم رمضان شبه اليوم اللي قبليه، شبه السنه اللي قبليها، علشان هو المحشي والفراخ. يعني بنعمل محشي وفراخ عند حماتي. يلا اول يوم. عشان ده اللي بيلم العيال. اه ده اللي بيلم الدنيا المحشي. لقيت الليمون ناشف رحت فرمته بالكبه. اه شفت ما شاء الله على الحلو. وتدعك برضه بالدقيق بقى وايه؟ ممكن بقى ترشي حبه دقيق عشان انا ايدي زفره خالص. حاضر. رشتي وارجع لك. بس ما تخبطيش عشان ما تقعش معايا. دي الفرخه المشويه. بيطلع بلاوي والله من تحت الجلد. بحب تقتل الفرخه موتها من اول وجديد. رايحين فين انتوا الاثنين؟ لا ما تعملش معايا. بتطلعي ايه؟ بتحطي ايه؟ بص ده هو سايبين في البسط. لو واحده حطت ايه هضرب. ده الزفوره بقى هي دي الزفوره. بس الفراخ بقى. الفراخ طبعا حابه قتلتها من الغسيل فاحنا بنفتح الصدر بتاعها كده زي ما انتم متعودين مني. ماشي هنحشي بس كده اهو عشان كتر الحش. البصل غالي يا جماعه. اه البصل غالي وحماتي قاعده تقول انها هاكلهولي على ايه. انا هحط على قد عشان بقى اكل كل انتش في الاخر. في فرخة؟ في فرخة ناقصة. ماشي. بصوا بقى دولت حبة معمول للصدر لازم يبقى البصل بتاعها مفروم كده شوية علشان ايه يا ولاد يستوي يبقى حلو. وغير كده كمان علشان تعرفي تحشي كده في قلب اللحمة. بصي بتحطيه ازاي في اللحمة اهو. بتحطيه في قلب اللحمة بيخلي الصدر جميل ملبن. عشان بيقول لك في بصي ام وقفت. تقفلوش الباب الثاني لحد يقفل عليكي. بصوا تحشوا بقى الصدر كده. لحمة الصدر بقى كده تاكلوها قبل الوراك لما تعملوا الحركة دي. خش يا بنت جوه. خش يا باشا بتنحي جوه. شوف كده بقى تروح ايه. معلش التصوير بيتهز الحبة. ما انا اسفة يا جماعة جدا. احط بسم الله الله اكبر اللهم بارك يا رب. والتانية شرحها والتانية شرحها بس كده زي ما وريتكم. وبألف هنا وشفا وكل سنة وانتوا طيبين. قولي كده بقى. طب هاتي يا معلقتين. هاتي معلقتين. اقفلوا البلكونة مفيش حاجة. اقفلوا ده بصل مفروم اهو وحبة شطة وحبة فلفل اسود وحبة بهارات وهحط معلقتين عسل اسود وهحط عسل وهحط صلصة. اصبري فرتك على شويه كزبره. كزبره انت في زعتر؟ لا زعتر. اه فين؟ وهحط عسل اسود. حطيت عسل. خلاص شويه هنسويها يا ماما. وخلي
العصر يجيبهم ولا ايه؟ هو العصر خلص على الفايق يعني. ودي صلصة؟ نشوف زعتر عندنا ولا لا. الخل مع العسل بيديها طعم جميل قوي. ما عندناش بابريكا اخر حبه حطيناها في المحشي، ف انا مش عارفه بقى حطيت ملح ولا ما حطيتش. تمام، هيقلي ما حطيتش. احنا مش بندوق يا جماعه عشان احنا طبعا صايمين، فبنحط بالبركه يعني. حط حبه كمان والله. لا حلو كفايه كده عشان ما تبقاش حبه، عشان الخل. هيك خلي يا بنتي، هحط نص ليمونه، حط حبه زيت بس. ودي الفرخه اهي، بس الخلطه ريحتها رائعه وشكلها جميل. هدخل فيها بس الزيت حلو. كله هيتخانق على الفرخه دي، سيب الفراخ وهيتخانقوا على الفرخه دي. ومحمود طمعان فيها. بيقول لي بتاعت بنسيح السمنه اهي بتاعت الكنافه، والفراخ على النار اهي بتغلي. استنى اما اوريها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. حسبت حاجه من خالص. والفرخه دي حطيناها على النار تستوي شويه عشان ما تاخدش وقت في الفرن. وادي السمنه اهي بتاعت الكنافه بنسيح. طب اضربي يا جماعه بقى. حابه تعملنا كنافه، احنا خلصنا حشينا والفراخ هي على النار اهيت خلاص. وادي اللبن، اللبن يعني المهلبيه اللي هتعملها. وادي السمنه كده. ايه بنعمل بقى ان شاء الله الكنافه. دي سمنه متسيحه بلدي من البلد، ايه ما شاء الله عليه، سمنه بلدي من البلد جميله. بسم الله ما شاء الله جميله. نهار ابيض. اعمله دلوقتي. ده حبه سكر. هو انت هتمشي بعد السفرية الحقيقة؟ معرفش والله. كنت هنمشي امتى؟ على حسب التسهيل. مرام بيقول لي ده احمد محمود بيقول انا امشي بعد الفطار. هو رايح مشوار شغل. هو رايح شغل النهارده؟ هو احنا عموما ان شاء الله مش هتكلم. يا ماما صلي العصر. صلي يا بابا يلا. صلي حاجه. اتوضى حلو وصلي. ايه يا عم ازي يا سمير؟ ايوه خليه يتوضى ويصلي. ايه روم يا بابا؟ طب سيب المره دي بيلعب يوم انا جاي. سيب ما عملتش اهو. طب تعالى يا اخويا خش. هو بالطريقه دي كده اصلا مش هنحل الاساسي. تعالى بص لو كده نصلي. نصلي هنا يا جماعه. صلي بيهم يا احمد جوه. ماشي بس هو بابا مش بابا راح فين؟ ابوك ماشي. هو رايح المسجد. وانتوا صغيرين ما تروحوا المسجد. ما تروح. طب يلا روح على طول. اللي يتوضى هنا ينزل ولا لا ينزل يتوضى تحت؟ لا ما فيش تحت. فيش ميه تحت يا طنط؟ في بس بيخشوا بقى هيدوروا الدنيا وعيال.
ادي بقى ايه ثلاث معالق نشا كبار، ثلاث معالق نشا كبار، نحط عليهم نص كوبايه ميه او نص كوبايه لبن ساقعين، نص كوبايه نحط على اللبن المغلي، ونحطها على اللبن المغلي. ماشي يلا هنا هو بيعمل النشا، تحطي على اللبن بقى دلوقتي، لازم تدوبوا النشا كده. ما شاء الله تقلت على طول عشان اللبن مغلي. هاتي ورقة العنب يا ولاد. اقفلي بقى ده غلوتين كده تستوي. سوي النشا بس. ايه؟ لازم تبقى تقيلة من غير سكر خالص. برافو عليك. احنا نحط عسل يا جماعة. بس يا زمان عندك كده بس. مش عايزين السكر يعني. مش كده. انا قاعدة. نحط قشطة من الفريزر واحطها لكم. حتة قشطة. حاضر. كده بقى بالرز اللي بتاعي الكنافة. ماشي كده لازم نتك عليها يا طيب صح؟ تطلع يا جماعة متماسكة مع نفسها كده. تحطي بقى المهلبية. حاضر. حطها تستوي؟ ده لسه بدري يا ماما. سوي بتاعت العيال وروح مسوين وراها الباذنجان. الباذنجان بياخد سواها بقول لكم اهو. الوقت ده بيبقى ضيق وانتوا بتقولوا لسه بدري بس بص تلاقي اللي خلاص. ما ينفعش نحطها على الاخر عشان ما تتحرق ها؟ ما ينفعش نطلعها من النص. عشان ما تتحرقش. ان شاء الله كتير قوي. لا تبقى جميله. حط عليها بقى الطبقه الثانيه. قبل ما نحط الطبقه الثانيه نحط طبقه سمنه كده اهو عشان تعمل عازل بين الكنافه وبين المهلبيه عشان يكون لهم الكنافه ما تلزقش في المهلبيه. دي بقى الصينيه يا جماعه من غير مهلبيه. انا بحبها من غير مهلبيه. دي الكنافه اللي انا دعكتها بالسمنه والسكر. هي حبه سكر صغيرين. ام سمير يا جماعه بتخرط لنا الملوخيه. ماسكه التليفون. محمد الدراحه بيوجعها بقولها يا رب يشفيها. يا جماعه لبابا بالرحمه يا جماعه بالله عليكم. ادعوا له ربنا يرحمه. ايام المفترض. لو عملت له حلقه ماشيه ادعي له بس اجيب لي كيلو لحمه. حاضر شوف الدعوه انا مش هبعت لكم كيلو لحمه كل واحد. كيلو لحمه؟ فانت عايزه تدعي لبابا وتبعت لها كيلو لحمه. والله ولا عاوز دعوتنا ولا عاوز دعوه حد. بقول لها المفروض تذبحي له عجل. عشان هو كان عايز يخطب طنط. كانت هي عايزه تخطبه. كانت طمعانه. كانت طمعانه فيه وانا بشهدكم. طمعانه في عم رمضان الله يرحمه. انت عايزه تورثه. اه ورثت ايه يا اختي؟ كده الكنافه طلعت اهي دوشها. انت تسقيها قبل ما تدخليها تاني؟ بس لا مش خلاص انا مش هدخلها انا بس الحته دي عشان ايه لما اقلبها تبقى فيها عسل. عسل؟ العسل بتعمليه ازاي؟ شربوط العسل حط لكل صينيه كوبايتين سكر من المج العادي ده. كوبايتين سكر؟ كوبايتين سكر على كوبايه ميه. على كوبايه ميه. لازم عسل تقيل كده يا جماعه.
عسل القنافة ناشفة كده ومقرمشة. اوعي ايديك وسخة. مش نظيفة. مش نظيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك يا رب. اللهم بارك. بسم الله. اللهم بارك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. على مهلك بس اهم حاجة. ربنا الستور. حتى يا جماعة متبهدلة من المحشي. بسم الله الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سيبيني حتة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على النبي. وعي رجلك. متكتريش وحياة امك العسل علشان نعرف ناكلها. والله مش هكتر فيها. كفاية رحال. لا كفاية ايه يعني؟ ينهار اسود مش هناكل منها. لا ازاي يعني؟ خلاص كفاية. يا بنت محتاجة. اوي. اوعي يا خديجة. متهيألك حياة امك ما هنعرف ناكلها. والله العظيم متهيألك مظبوطة جدا. خلاص 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 ابوس ايدي. والله يا جماعة انا نفسي في حتة الحلاوة ما هاكلها بسبب رحيم. لا يا جماعة والله خلاص كده مش هتدخليها تاني صح؟ لا خلاص كده صورها صح. بصوا بسم الله ما شاء الله. ولا ريحتها يا جماعة ريحة السمنة البلدي فظيعة. ريحة السمنة البلدي اه تحفة. بس يا خديجة هو اللي مضايقني بس السكر اللي فيها. لا بصراحة هي مسكرها كتير. هي مظبوطة جدا. ماشي في واحدة تانية بقى لسه في الفرن. بصوا هي القلاية بسم الله ما شاء الله مخلية الفراخ جميلة. بس مخليها ما شاء الله مشوية حلو بسم الله ما شاء الله. وهنا بقية الفراخ كل دقيقتين فرخ. خلاص فاضل كام دقيقة على المغرب. دي الملوخية لسه نحط عليها الطشة. عايز اسلم عليهم. سلم يا اخويا. ازيك يا شباب؟ ودوت دوت الكرنب وعليه حبة ورق الخس. استوى ما شاء الله بقى زي الفل. ايه يا عبد الله؟ ايه يا عبد الله داخل في بقهم كده ليه؟ خلاص يا عبد الله. ودي طبعا الفراخ زي ما انتم عارفين. ودوت محشي. اوعي طيب بعد اذنك اقفلي اقفلي على الملوخية. ده محشي ورق العنب. وده محشي بتنجان مش عارفه اشيله. وده محشي الكوسه والفلفل والبتنجان. يا واد يا واد يا واد روايح الاكل يا روايحه. هنعمل بقى طشه الملوخيه. دي سمنه بلدي يا ولاد. يا ولاد يا ولاد تعالوا معانا. بصوا بقى يا جماعه ريحه الملوخيه رهيبه. اه والله العظيم ريحتها رهيبه واحنا صايمين. التقليه والملوخيه ذات نفسها ريحتها تحفه. انا معلش انا عارفه ان الفيديو ده بيبقى ملخبط اللي هو بتاع اول يوم بس اعذريني. انا بحب اوريكم الاجواء يعني بتاعتنا وانا عند حماتي وكده. وان شاء الله بقى الفطار هيبدا بقى من بكره باذن الله. جيات الفطور. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين وانت طيبه. هنا بقى الطشه خلاص الحمد لله ولله الحمد. تمت بحمد الله تعالى. طش شوفوا بيعملوا ايه. الله 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 يا روايح الاكل يا روايح. ده انا هاكل محمود بقى هاكل محمود. ده بقى بتغرف كده خلاص يعني. يلا يا جماعه هنغرف بقى. بيحب ياكل الطبق. الله 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 نغرف بقى يا جماعه. يلا العيال كلها جعانه. العيال كلها صايمه والعيال كلها محوحه. هنغرف بقى يلا مع بعض. مش عايز ملوخيه يعني. انا عايز المحشي اهم حاجه عندي. يا ربنا يهديك يا شيخ احمد. البلح مش بيتحسن. واو بسم الله ما شاء الله. ربنا يشفي بقى. يا سلام على المحشي. ايوه الله على ورق العنب. الله شوف يلا خد يا احمد خد يا احمد طبق نفسه طبق. يا بنتي وريني ورق العنب. يا بنت يعني خلاص ندوق طيب ولا ايه؟ ذوق ذوق ذوق.
اهو يلا اهو ها اقل اهو ده محمد ضل؟ اه محمد ضل بصوا بس معلش الاضاءة بقى ضعيفة ولسه معلش الكرومبا هيجي يعني بسم الله ما شاء الله كل سنة وانتم طيبين يقعد عليكم الايام بخير يلا يا حبايب قلبي بقى سلام عشان احنا جعانين اول والله